هو بيضع جرس انذار على نواب البرلمان من مسألة تعديل الدستور، وبيأكد على ان هذا الامر يعني هيكون اجراء متعجل لان الدستور لم يجرب بعد. صحيح. زائد ده من الناحية الشكلية. من الناحية الموضوعية، ان ما يرتقيه البعض من سلطات محدودة لرئيس الجمهورية في مواجهة البرلمان ده امر غير صحيح على فكرة. اولا صلاحيات الرئيس الجمهورية مقارنة بالبرلمان في دستور 2012 اللي هو اللي عملوه الاخوان كانت اكبر اقل من هذه الصلاحيات، بمعنى ان كان البرلمان اقوى في دستور 2012. وطبعا الكلام ده راجع مش للاخوان اللي هم اللي عملوه، كان جبهه الانقاذ كانت عملت بعض وضع بعض المواد، لكنها الاخوان في لجنه الخمسين قبل ما يخرج لجنه المية قبل ما يخرج اعضاء جبهه الانقاذ، الاخوان طبعا كانوا في حرج جدا من ان هم يشيلوها. فطبعا هيبقى مش معقوله الدستور 2012 في صلاحيات للبرلمان اكبر من دستور 2012، لازم دستور 2012 يكون فيه اكبر. دكتور عمرو، اصلا هل حضرتك تعتقد ان فكره تعديل الدستور هي فكره هتستساغ شعبيا في خلال في المرحله القادمه؟ هل حضرتك تعتقد ان هي شعبيا مستساغه؟ لا طبعا مش مستساغه، لكن الغريب في الامر ان بعض النخب يا احمد بتطرحها، وبعض الناس طرحتها بمجرد ما فهم كلام الرئيس خطأ بين ان الدستور كتب بنوايا حسنة. وده اللي قاله الرئيس في احد الامور او احد المحافل كان على الهوى وقطع او بوتر في نشر التسعة، بمعناها ان ده ما كانش المقصود. يا اخوانا اللي انتوا فهمتوه ده غلط، انا ما اقصدش كده. وهو حضرتك فندم اعتقد ان مؤسسه الرئاسه وشخصيات بعينها قريبه الصله من الرئيس، وانا سمعت يمكن من احدهم في مره يعني اوضح ان هو كان المقصود بيه فكره النوايا الحسنه، ان القوانين اللي هيتم بيها تفسير الدستور مش الدستور في حد ذاته. بالظبط كده. لو بصينا برضه لصلاحيات الدستور يا احمد، في رسائل الرئيس في الدستور كبيره جدا جدا، اكبر من صلاحيات تقريبا البرلمان. يعني البرلمان بيطرح الثقه في الرئيس الجمهوريه بشروط تقريبا شبه مستحيلة. الرئيس يستطيع ان يحل البرلمان بشروط اقل استحالة، يعني ما افضل شوية. طبعا الرئيس بيصدر القوانين، بيقترح القوانين، بيدعو البرلمان للانعقاد في جلسات عادية وسرية، بيعين 5%. وبالرغم عن كل هذه الصلاحيات وصلاحيات اخرى، الرئيس مش مسؤول سياسيا امام البرلمان نهائي، هو مسؤول مسؤولية جنائية بس.